انا وزمايلي في المسرح بتاع جامعة القاهرة جات لنا الفكرة ان احنا نعمل الهتافات بتاعتنا على هيئة مجلة حائط فيها كل التعليقات الكاريكاتيرية ونرد بيها على اللي بيحصل كل يوم يوم بيوم. هتلاقي ردود على شفيق وهتلاقي ردود على رئيس على نائب الرئيس وهتلاقي ردود على كل برنامج بيطلع كل يوم. يعني كل يوم تمنا خفيف اهو وبنحاول نطلع اللي جوانا. انا ما سعيدش ولا اي حد فينا خالص وانا مستعد اقعد هنا لو مثلا بس يا رب يكون قبل 6 شهور. المهم ان هو يمشي بس انا ما سعيدش.